فضيلة الشيخ، إذا لبس شخص الشراب ثم توضأ ولبس الكنادر ومسح على الكنادر، كيف لبس الشراب قبل أن يتوضأ؟ لا، بعد الوضوء. لبس الشراب ثم توضأ بعد الوضوء. لبس الشراب، إذا توضأ ثم لبس الشراب، ثم لبس الشراب والكنادر، فمسح على الكنادر، لما أتت الصلاة خلع الكنادر، هل ينقض الوضوء ولا لا؟ الوضوء لا ينتقض. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب التي هي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا ينتقض. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفقا للصواب. إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدميك. فهمت هذه؟ يعني أخلع الأول، الآن مسحت على الكنادر ثم خلعتها عند الصلاة، إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب، لأن القاعدة الآن اجعلوها أمامك. إذا خلع الإنسان ما مسحه من الجوارب أو الكنادر إيش؟ فالوضوء لا ينتهي، لكن لا يمكن أن يلبسها إلا على طهارة، يعني لا يمكن يلبسها مرة ثانية حتى يتوضأ. نعم.